لو الحكاية فيها إن فيديو أحمد غلام مدني من هندسة المطرية. الموضوع كله بيتكلم عن إن إحنا بنعمل تراس من المكرونة بنوع معين من المكرونة ونوع معين من اللازم زي مثلا سوبر بلين، وفي نفس الوقت ما نخرجش بره شروط المسابقة اللي دكتور محمد حلمي هو اللي حطها. إحنا بنفرض في الأول المكرونة ممكن تشيل كام، ومن العدد دوت بنعمل معادلات ونحل لها، وبنجيب بقى من المعادلات دي كل ممبر لو شد هيشيل كام مكرونه، يعني هيبقى كام مكرونه، ولو ضغط هيبقى كام مكرونه. في ناس كتير كانت بتستخدم يعني برامج او حاجه زي كده، بس احنا ما استخدمناش برامج، احنا حلينا الديزاينات بايدينا، وبعد كده طبعنا الديزاين اللي احنا اتفقنا عليه كلنا على لوحه، وبعد كده بنلزق عليها عشان كل الزوايا تكون مظبوطه وكل الاطوال تكون مظبوطه. ليه اخترنا المكرونة؟ الطالب بيتعلم ازاي يعمل ديزاين لكوبري، فانا عايز اعرف هو يقدر يغير في الديزاين ولا لا، فنقيت له ماتيريال ضعيف. لو مسكنا المكرونة يعني مجرد ما هزيناها كده او كده المكرونة دي اتكسرت، لكن لو شدتها هتقاوم معايا اكتر شوية، فانا عايزه ان هو يستخدم الماتيريال الضعيفة دي ماشي احمل كده يحس ان هو لا ده انا اقدر افكر واقدر اطور واقدر اعمل، فبننمي القدره دي عند الشباب. احنا كلنا كنا محتاجينها واحنا صغيرين. المسابقه دي موجوده في معظم الجامعات العالميه اللي على مستوى عالي جدا بره، بتعملها للطلبه بتوعها عشان ده يعني جزء ادفانسد جدا. الحمد لله المسابقه الجامعات الخارجيه سمعت عنها كتير وبداوا عايزين يشاركوا فيها.